بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أخوكم أسامة من قناة الزيرو ويب سكول. هنبدأ مع بعض بمشيئة الله كورس في الفيو جي اس. قبل ما ندخل في المقدمة ونتكلم في أي حاجة، خلينا نعتبر المقدمة دي تعارف بينك وبين الفيو جي اس، قعدة مبرمجين. أي كلمة تسمعها مش فاهمها هتلاقيها موجودة جوه الكورس بالشرح التفصيلي ليها والكود الخاص بيها، وهتفهمها بإذن الله 100%. طيب، ايه هو الفيو جي اس؟ فيو جي اس عبارة عن بروجريسيف جافا سكريبت فريم ورك، اطار عمل بلغة الجافا سكريبت. كتبه واحد اسمه ايفان نيو، كان شغال في جوجل وكان بيشتغل في الانجولر وبيعمل مشاريع انجولر. الفيو جي اس او الفريم ورك بتاعنا النهاردة بيديلك الباور اوف جافا سكريبت، بيخليك تكتب الجافا سكريبت مع ال HTML وتعمل ميكس بينهم عشان تطلع بحاجة احترافية جدا. طبعا انت هتسمع كلمة احترافية كتير قوي في الفيديو ده، وده حاجة من الحاجات اللي هتشوفها وانت بتكتب فيو جي اس بإذن الله. طيب، هنيجي للسؤال الناس كتير هتبدأ تسأله هيجي على بالهم دلوقتي، وهو ليه اخترت الفيو جي اس؟ للأسف انا ما عنديش الإجابة اللي تقول لك الكلام ده لسبب بسيط جدا. انت ممكن يجي عليك في يوم من الأيام انت تشتغل بالفريم ووركس الموجودة في السوق كلها، لأن الكونسبت بتاعهم واحد، ولأن الانتقال بين واحد والتاني سهل جدا مدام انت عندك الكونسبت. طيب، كل واحد فيهم فيه مميزات وفي عيوب، ولو رحت عند اي موقع من المواقع اللي بتقارن بينهم هتلاقي كل موقع متحيز لواحد وبيكتب مقارنات مختلفة عن بعض، وممكن تلاقي نقطة او اتنين اللي كله لا يختلف عليهم. فقصة المقارنات والاهلي والزمالك وبرشلونة وريال مدريد، الكلام ده مش هينفعك في حاجة. اللي هينفعك ان انت تتعلم، just learn. بعد ما تتعلم ابدأ شوف المقارنات والقصة دي في النهاية، او انت بنفسك اللي هتشوف المقارنات دي. طيب، ايه اطر العمل التانية الموجودة في السوق؟ عندنا Vue.js، عندنا React، عندنا Angular. التلاتة موجودين، Angular handled by Google و React طبعا handled by Facebook. طيب، ايه هي المميزات بتاعت ال Vue.js؟ ال Vue.js lightweight، حاجة خفيفة جدا، مكتوبة باحترافية، ملف حجمه صغير. بعض المكتبات الكتير بتلاقي حجم الملف ممكن يوصل ل 800 كيلو بايت وكلام فاضي جدا، وفي النهاية بتعمل منه حاجات بسيطة جدا. فده طبعا مهم للناس بتتكلم في البرفورمانس وبتبص للواحد كيلو بايت والاتنين كيلو بايت. عندنا موضوع الفيرتشوال دوم. فيرتشوال دوم ممكن نعمل عنه مجلدات. الدوم اتعلمناه في الجافا سكريبت في القناه، لو انت شفت كورس الجافا سكريبت. دوكيمنت اوبجكت موديل، الدوكيمنت اوبجكت موديل او الموديل الخاص بالاليمنت الموجوده في الصفحه بتاعتك، في حاجه اسمها فيرتشوال. الفيو جي اس بتاخد نسخه، بتعمل نسخة من الدوم بتاعك لنسخة تاني وهمية بتتعامل معاها وتعمل فيها الشغل بتاعها وتهندل كل حاجة وتعمل الكالكوليشن وتروح تنقلك النتائج من الفيرشوال دوم للدوم بتاعك. ده طبعا 0.5% من الكلام المعنى كلمة فيرشوال دوم، فطبعا مش هنتكلم عنه بالتفصيل إلا في الوقت المناسب ليه لما نيجي نشتغل فيه بإذن الله. عندنا حاجة اسمها Reusable Component. كان زمان الناس بتفتح الصفحة يصمم فيها حاجة او يعمل فيها مثلا Object معين، يروح لصفحة تاني يعمل فيها حاجة تاني، تك تك تك، يعني تكتشف ان هو بيعمل الكلام ده عمله كذا مرة، نفس الحاجة عادها كذا مرة، ومن هنا تم اختراع كلمة Component. Component ان انا هقدر اعيد استخدام الحاجة دي في اكتر من مكان، والكنترول بتاعهم هيكون من مكان واحد، ودي اجمل حاجة في كلمة Component. عندنا بعد كده الدايركتيفز. الدايركتيفز عباره عن اكشن بتتم في الصفحه. الفيو جي اس بتقدم لك بيلت ان دايركتيف وبتسمح لك ان انت تهوك او تعمل انت بنفسك كاستم دايركتيف. طيب، زي ايه الدايركتيف دي؟ زي الاف كونديشن مثلا. عندنا دايركتيف اسمه اف كونديشن او اف، طبعا بس انا بديك اف كونديشن عشان دي اف كونديشن اللي انت درستها في لغات البرمجه. تخيل معايا الاي بي اي اللي بيرجع لك بيانات جاب لك ان عدد المنتجات الموجوده في الصفحه مثلا 10 في 8 في 9 وفي منتج صفر. الصفر ده عن طريق الدايركتيف انت ممكن تقول له اف كونديشن، الكونديشن بتاعك ان في حاله المنتجات دي اكبر من صفر تطبعها. لو هي بتساوي صفر تقدر تقول له ان ده اوت اوف ستوك، او تطبع له رساله، او تحوله على صفحه، او تقول له كونتاكت اس او اي بتنجان. المهم ان انت هنا استعملت دايركتيف بيتعامل مع الدوم بذكاء جدا وبيديليفر كل حاجه بتحصل في السيرفر سايد من على الكلاينت سايد. كان زمان كل ده بيتم على السيرفر سايد، لا دلوقتي مع الفيو جي اس او مع الفريم وركس الموجوده على الساحه انت بتعمل كل حاجه من اليو اي سايد او من على الفرونت اند. طيب، الايفنت هاندلنج، كل حاجه انت كنت بتعملها في الايفنت، الكليك والدبل كليك والرايت كليك والاون كي اب والاون كي داون والكلام ده كله، الفيو جي اس بتهندل لك الموضوع ده بطريقه احترافيه جدا، تعمل لك ايفنت هاندلنج بطريقه احترافيه. عندنا بعد كده الانيميشن،
نفس الانيميشن انت تستخدمه والترانزيشن والانتقال بين العناصر والكلام ده كله الفيو جي اس بتعمله لك بطريقه بلاش احترافيه عشان عمالين نقولها كتير ظريفه جدا، بتعملك الكلام ده بطريقه ظريفه وجميله وبتوفر عليك كتير في كتابه الكود. بعد كده عندنا الواتشرز. الواتشرز حاجه من الحاجات الجميله جدا في فيو جي اس. خلينا نقول ان فيو جي اس عندها حارس بيقف يشوف ايه اللي بيحصل، بيمونيتور كل حاجه، وعند اي تحديث يابديت الفيو بطريقه جميله جدا ومن غير ما تكتب كود ومن غير ما تتعامل مع الايفنتس خالص. بعد كده عندنا السي ال اي او الكوماند لاين انترفيس. عن طريق الكوماند لاين اول حاجه بتاخد الباور اوف كوماند لاين. طبعا الناس اللي بتشتغل على كوماند لاين عارفه قد ايه الموضوع ده بيديك احترافيه شديده، بيديك باكجز كتيره جدا تساعدك وانت بتعمل كومبايل المشروع او انت بتبيلد المشروع بتاعك، بتساعدك جدا. الراوتينج حاجه من الحاجات الجميله جدا. لو انت بتتعامل مع لارافيل او يي فريم ورك او انت اشتغلت كيك بي اتش بي زمان كنت دايما تشوف كلمه راوتينج. الراوتينج او النافيجيت بين العناصر بين الصفحات عشان تنتقل بين صفحه والتانيه، الفيو راوتر بيهندل لك الراوتينج بطريقه جميله وظريفه واحترافيه. تاني مره نقول احترافيه. لو انت بقى واد فيت ومقطع البطاقه وفاهم شغلك قوي وادفانسد جدا وشغال في مكان محترم هتسال عن اليونت تيستينج. اليونت تيستينج او الاختبارات بصفه عامه ده مشوار كبير هنشوفه ان شاء الله في فيو جي اس. عايز اقول لك ان في يونت تيستينج اوت اوف ذا بوكس موجود في الفيو جي اس، يعني باختصار مش ناقصك حاجه. الميكسنز اتكلمنا عنها في الساس في كورس سي اس اس ساس. الميكسن حاجه من الحاجات المفروض من اسمها يكون مر عليك في كل مكان. تخيل معايا عندك مجموعه بروبرتيز معينه في عنصر معين، بتاخد البروبرتيز دي عشان تستعملها في العنصر اللي انت عايزه وتزود عليها حاجه. الميكسنز موجوده في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج وموجوده في الساس، موجوده في كل حاجه في الدنيا. بتاخد حاجه انت عايزها لمكان تاني او لعنصر تاني وبتزود عليها الخواص بتاعتك. ده الميكسن باختصار شديد جدا. لكن لما نيجي نتكلم على الميكسن ان شاء الله هزهقكم عشان تعرفوا معنى الميكسن بالتفصيل مع المثال العملي. عايز ايه عشان اتعلم؟ What I need to learn. محتاج اتعلم ايه قبل الفيو جي اس والكلام ده؟ مش محتاج اقول لك ان انت لازم تتعلم HTML 100%. طبعا انت بتكتب HTML و CSS و JavaScript. طيب انا اتعلمت HTML و CSS و JavaScript، اتعلم ايه فيهم؟ عايز اقول لك نقطة هنا مهمة، وخلينا نعتبر ان دي نصيحة بعيد عن الفيو جي اس خالص. ما تسألش السؤال ده ابدا، لو سألته يعرف ان في حاجة غلط. ما تسألش سؤال اتعلم قد ايه من اللغة، لو سألت السؤال ده يبقى انت غلطان، صدقني انا اخوك وبقول لك انت غلطان. ما تسألش السؤال ده. كل ما تتعلم معلومة جديدة في اللغة اللي انت بتدرسها ما دام هي في الكارير باس بتاعك او في مسارك، اوعى تسأل السؤال اتعلم قد ايه منها. كل معلومة هتتعلمها الفاليو بتاعتك هتزيد في سوق العمل، فما تحاولش ان انت تفوت معلومة. مش هقول لك بقى البيزك، خد البيزك بتاعت الجافا سكريبت وبعدين خش على الفيو جي اس، ما انا كده بضحك عليك. اتعلم اللغه، افهمها كويس عشان كل حاجه تشوفها في الاطار العام اللي انت بتشتغل بيه تلاقيها سهله جدا عليك وتلاقي العمليه ظريفه وبسيطه. لحد هنا الحمد لله تمام. ممكن بس اديلك معلومه ان انت تاخد فكره بس عن الستاندرد بتاع الجافا سكريبت اللي هو الاي سي ام اس سكريبت 6 او الاي اس 6. خد بس فكره عنه علشان في حاجات في الكورس هتكون خاصه بيه بس ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل في مكانها الصحيح، لكن مفيش مانع ان انت تاخد فكره عن الموضوع. لحد هنا المقدمة الظريفة الخفيفة بتاعتنا خلصت. يا رب يا جماعة تكونوا استفدتوا منها قبل ما ندخل في الكود العملي، واشوفكم ان شاء الله في اول درس، والسلام عليكم.